ناشط في المجر ودائما عندك اتصالات مع القضايا المؤسسات الدولية. نعم، شوف أخوي، يعني خلي المشاهد الكريم يكون على بينة، يعني ولا تكون مجاملات هناك، أو على مثل ما يقول، يعني بس قرع على طبل. لا يا أخوي، يعني هناك الشباب الناشطين في كافة المجالات وليس فقط في مجال حقوق الإنسان، يعني يثابرون ليل ونهار ويظنون يأخذون من وقتهم الشخصي يخلونه للقضية. وأيضا هناك نعم تجاوب كثير وبشكل قوي للمؤسسات الحقوقية بالنسبة لقضيتنا العادلة. بعد ما يعني مثل ما قلت لك، بعد ما أصبح الناشط الأحوازي رقم في العالم الغربي، ودخول الناشط الأحوازي إلى مؤسسات حقوقية وأيضا إلى الوسائل الإعلام الغربية، كثير من الشباب يعني بدأوا في القنوات الناطقة باللغة الإنجليزية والفرنسية بسبب يعني تقنهم للغات العالمية، يوضحون قضيتنا بلغات بلدان الذي يعيشون فيها. وهاي عوامل تراكمت وجعلت من القضية الأحوازية قضية واضحة وواضحة كالشمس في رابعة النهار في منظمات الحقوقية، وأيضا هاي الإدانات اللي تقوم بها. وأيضا إذا نرجع للتقرير الثالث والرابع إلى سيد أحمد شهيد، نوايبان يذكر وبشكل خاص على الشعب العربي الأحوازي، وإذا دل على شيء يدل على بأن هناك مثابرة جدا قوية من الناشطين الأحوازيين مع المؤسسات الحقوقية، وهناك احتراف خاص بالمؤسسات الحقوقية الرسمية والغير رسمية بقضية الأحواز، وأيضا تجاوب هناك عدة مرات في البرلمان الإيطالي، في البرلمان السويدي، في البرلمان البريطاني انطرحت القضية الأحوازية. وآخر شيء اللي كان في البرلمان البريطاني، حيث ابن الملعون محمد رضا شاه ابنه اللي كان عنده محاضرة بالبرلمان الأوروبي، وشبابنا كانوا موجودين هناك وردوا عليه، وكان يعني رد قوي وحاسم اللي خلى يعني ابن الشاه المقبور ما عنده أي كلام. وأيضا كان انتصار بالنسبة في يعني إمام المقامات البريطانية الرسمية. فهناك يعني نشاط دؤوب على مستوى الدول الموجودة فيها النشطاء الأحوازيين، أيضا من خلال القنوات الإعلام العربي والأجنبي، أيضا قناتكم الموقرة اللي ولو هي بالأسبوع مرة واحدة وساعتين، هو أيضا لها تأثير اللي احنا قاعدين نشوف كيف في الداخل النظام الإيراني رد عليها وأسس شبكة الأهواز. وهو هذا جانبها الإيجابي، بأن احترف بأن هناك عرب موجودين، وهو هذا يعني كما يقال المثل رب ضارة نافعة. ولكن هو هذا ردة فعل على ما يقوم بها الإعلام الأحواز والإعلام العربي والأجنبي، حتى يعني يحرف أفكار عموم الناس بالنسبة للقضية. نعم أخوي ناصر، تعرف النظام الإيراني حاول منذ أول يوم الاحتلال إلى يومنا هذا يكون له تحكيم إعلامي على القضية الأحوازية ويقضي على أجرامه في الأحواز من قبل تحكيم الإعلام على القضية الأحوازية. وآخر خبر الذي سمعناه هو هذا الخبر الذي فتح القناة المجاورة، ولكن بعون الله وجهود الأخوة الأحوازيين حكروا قناة الأحواز في الداخل، وحكروا موقعها ورفعوا علم الأحواز على هذه الموقع التابع لهذه القناة. أخوي ناصر، سؤال أخير لحضرتك، لماذا لا تسمح السلطات الإيرانية للسيد أحمد شهيد المقر الخاص بمجلس حقوق الإنسان أن يزور إيران؟ طبعا شوف اخي، يعني هو يعني من المضحك اذا ايران تسمح لاحمد شهيد يعني يدخل ايران، فايران يعني عندها حجم كبير من الانتهاكات، وكل الموارد اللي اشار لها بالتقارير الخاصه هي صحيحه وغير مزوره وارقام موجوده.
فدخول أحمد شهيد بالنسبة انتحار إلى إيران في مجال حقوق الإنسان، لأن احنا شاهدنا يعني بعدين آخر جواب اللي صدر على التقرير الأخير لأحمد شهيد، هو يعني يشار بالسلطات الإيرانية، قالت مصدر أحمد شهيد هي مجموعات إرهابية وأشخاص إرهابية ملطخة أيديهم بالدماء كما يزعم من النظام الإيراني. طيب يعني إذا أحمد شهيد عنده مع يعني المصادر من هكذا ناس، يعني اسمحوا له بالدخول حتى يعني أنتم اللي أبرياء كما تزعمون يعني وضحوا إلى السيد أحمد شهيد، فعدم دخول أحمد شهيد أو عدم إعطاء يعني موافقة للدخول إلى إيران هو يعني دليل دامغ بأن التقارير والتقارير الواردة في من قبل السيد أحمد شهيد بشان حقوق الإنسان هي صحيحة، ما دام إيران يرفض دخول أحمد شهيد فالتقارير صحيحة، عدم قبول دخول أحمد شهيد إلى إيران فهو يعني إيران قاعد يتستر، النظام الإيراني يتستر ويريد يخبي، ولكن يريد يخبي عين الشمس القربال مثل ما نقول، وهذا يعني ما يصير ولا رايح يصير، لأن احنا الناشطين الأحوازين وغير الفرس وحتى المعارضين ما حاجة بأن يزورون معلومة، لأن هو بالفعل قاعد يحدث هذا التزوير، هم شغل النظام اللي يقوم بتزوير الحقائق، النظام اللي يقوم بتعغير الأرقام، النظام اللي يقوم بتعقير أسماء المدن، النظام اللي يقوم بتعقير الحقائق وتحريفها حتى العالم لا يوصل إلى الحقيقة المطلقة. فمن انطلاقا من هذه القاعدة، إيران لم ولم تسمح بدخول أحمد شهيد ما دام ما هي ترتكب مجازر، وإيران من حقها أن ما تخلي أحمد شهيد يدخل إيران، لأن إذا دخل إيران يعني ما هو رايح يلقى المقابر ورايح يلقى السجون ويشوف السجون، وأيضا أدخل هسه إلى سجن كانوا سيء الصيت وأبين والسجون أذربيجان السجون بلوتشستان، ويوم والصور توصل يعني قبل لا أنسى أحسن دليل الأخوان الثلاثة الحيادر ورفيقهم علي شريفي طبعا ضحايا النظام الإيراني والجريمة اللي ارتكبها بحقه، يعني هذا ما تقدر تنكره، فكان هناك فيلم موثق وهم يعني بروا ذمتهم من كل التهم وقالوا يعني احنا بالتعذيب، فكيف يعني أحمد شهيد يجي يصدق النظام الإيراني أو العالم يجي يصدق النظام الإيراني والإنسان وهو الضحية يجي يحترف بما أنه هو بالسجن، يجي يحترف بأن أنا تم ممارسة تعذيبي وخذوا قسريا خذوا من عندي الاحترافات، فهذا كله يعني دليل واضح وما يحتاج للتفسير بأن إيران هي مرتكبة لهذه الجرائم، والتقارير اللي تصدر تقارير صحيحة، وأحمد شهيد إذا كان عنده علاقات مع أحزاب بالمعارضة الإيرانية أو أحزاب من أحوازية أو غير فارسية هم يعني عندهم المصداقية وما يحتاجون للتزوير.